الساركوما العظمية أو سرطان الخلية العظمية. الساركوما العظمية هي سرطان عظمي عدواني. يحدث هذا النوع من السرطان عندما تبدأ الخلية المكونة للعظم في النمو بشكل خارج عن السيطرة، مما يؤدي إلى تكوين ورم سرطاني خبيث في العظم. الساركوما العظمية هي ورم غير شائع ويمثل أقل من 1% من جميع أنواع السرطانات في الجسم. على الرغم من ندرته، إلا أنه أكثر الأورام الخبيثة الأولية شيوعاً في العظم عند الأطفال وكذلك المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و30 عاماً، على الرغم من أنه قد يظهر عند جميع الأعمار. تحدث معظم حالات الساركوما العظمية في نهايات العظام الطويلة وفي أغلب الأحيان حول الركبة أو الكتف، لكن يمكن أن تصيب أي عظم. الموقع الأكثر شيوعاً هو النهاية البعيدة لعظم الفخذ، يليه الزنبوب القريب وعظم العضد القريب، ويمكن أن تنشأ حتى خارج العظم في الأنسجة الرخوة وخاصة عند المرضى كبار السن. في بعض الحالات يمكن أن تنتشر الساركوما العظمية إلى مناطق أخرى من الجسم، وهذا يعني أن الخلايا السرطانية تنتقل في جميع أنحاء الجسم وتبدأ في النمو في مكان آخر. عندما تنتشر الساركوما العظمية فإنها غالبا ما تنتشر إلى الرئتين أو العظام الأخرى. سبب الإصابة غير معروف، ولكن هناك عدة عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بالساركوما العظمية. يمكن أن يزيد العلاج الشعاعي السابق وبعض أدوية العلاج الكيميائي من احتمال الإصابة بالساركوما العظمية. يتم تصنيف الساركوما العظمية التي تحدث بعد العلاج الشعاعي والكيميائي على أنها ساركوما عظمية ثانوية. تتراوح الفترة الفاصلة بين التشيع وظهور الساركوما من 12 إلى 16 عام. الساركوما العظمية الثانوية هي ساركوما عظمية تتطور في العظام غير الطبيعية. الأسباب الأكثر شيوعاً للساركوما العظمية الثانوية هي مرض باجت في العظم وخلل التنسج الليفي، وكذلك التعرض المسبق للإشعاع كما قلت للتو. المرضى الذين يعانون من الساركوما العظمية وخاصة الأطفال قد يكون لديهم استعداد وراثي للمرض. أنواع الساركوما العظمية: يتم تصنيف الساركوما العظمية حسب الدرجة بناء على نمط الخلايا وكيفية سلوك الورم. يتم تصنيف الورم باستخدام الخزعة النسيجية. تنمو الأورام منخفضة الدرجة عادة ببطء، بينما تنمو الأورام عالية الدرجة بشكل أكثر عدوانية، وبينها تقع الأورام متوسطة الدرجة، وعادة ما يتم علاجها كما تعالج الأورام عالية الدرجة. الغالبية العظمى من الساركوما العظمية هي من الدرجة العالية. يقسم التصنيف النسيجي لأورام العظام التابع لمنظمة الصحة العالمية الساركوما العظمية إلى أورام مركزية داخل النقي وأورام سطحية، ويصف عدداً من الأنواع الفرعية داخل كل مجموعة. سأناقش في هذا الفيديو فقط الساركوما العظمية الأولية المركزية التقليدية عالية الدرجة، والتي تمثل حوالي 90% من جميع حالات الساركوما العظمية. الأعراض: الألم هو العرض الأكثر شيوعاً. قد يظهر هذا الألم ويختفي في البداية، لكنه يصبح ثابتاً ومستمراً مع الوقت. إذا ظهر الورم في الطرف السفلي قد يصاب المريض بالعرج أيضاً. قد يعاني بعض المرضى من تورم أو يلاحظون وجود كتلة أو بروز في المنطقة التي ينمو فيها الورم. الساركوما العظمية تضعف العظم وتجعله أكثر هشاشة من العظم السليم. في بعض الأحيان قد ينكسر العظم بسبب السرطان، وهذا ما يدعى بالكسر المرضي. الأعراض الجهازية كفقدان الوزن والشحوب والحمى وفقدان الشهية نادر للغاية. التشخيص: سيسأل الطبيب عن أعراض المريض وصحته العامة وقصته المرضية. سيقوم بفحص سريري للمنطقة المؤلمة. إن أكثر ما يمكن ملاحظته في الفحص السريري هو كتلة في النسج الرخوة، والتي غالبا ما تكون مؤلمة بالجس. أول إجراء تشخيصي للمرضى الذين يشتبه بإصابتهم بالساركوما العظمية هو بشكل عام الصورة الشعاعية البسيطة. من المهم الحصول على صورة شعاعية للعظم المصاب بأكمله. تشمل السمات المميزة في الصور الشعاعية البسيطة للساركوما العظمية التقليدية تخرب العظم والقشرة العظمية وحدود غير واضحة للورم وارتفاع السمحاق مع تشكل مثلث كودمان. تشاهد تكلسات وتعظم في كتلة النسج الرخوة بشكل غير منتظم، تأخذ شكل شعاعي يعطي منظر أشعة الشمس. يجرى تصوير برنين المغناطيسي MRI مع حقن مادة ظليلة لكامل طول العظم المصاب.
سيساعد تصوير برنين المغناطيسي الطبيب على تحديد حجم الورم وامتداده. لتأكيد التشخيص هناك حاجة دائما إلى إجراء خزعة. في الخزعة يتم أخذ عينة صغيرة من نسيج الورم وفحصها تحت المجهر. يمكن القيام بهذا الإجراء إما بإبرة أو كعملية صغيرة عبر شق جراحي. من المهم أن يكون مدخل ومسار الخزعة في مكان يمكن استئصاله بالكامل دون المساس بالتخطيط الجراحي المستقبلي إذا كان سيتم علاج المريض لاحقا عن طريق الجراحة المحافظة على الطرف، لأن مسار الخزعة قد يكون ملوثا بالخلايا السرطانية. لذلك عند الاشتباه بوجود ورم خبيث في العظم فمن الأفضل أن يتم أخذ الخزعة من قبل الجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة النهائية. بمجرد تأكيد تشخيص الإصابة بالساركوما العظمية يجب إجراء المزيد من الاختبارات لتحديد ما إذا كانت الخلايا السرطانية قد انتشرت إلى أجزاء أخرى من الجسم. ينبغي إجراء التصوير الطبقي المحوري سيتي سكان للصدر لاستبعاد النقائل الرئوية، ويجب أيضا إجراء ومضان عظام بالتكنيسيوم لاستبعاد النقائل العظمية. يمكن إجراء التصوير الطبقي المحوري لكامل الجسم بيت سكان كبديل لتقييم وجود النقائل الرئوية والعظمية الناتجة عن الساركوما العظمية. العلاج يعتمد العلاج على موقع الورم وحجمه وعدوانيته وما إذا كان السرطان قد انتشر أم لا. بالنسبة للمرضى كبار السن يأخذ الطبيب بالاعتبار أيضا صحتهم العامة. عادة ما يتم تقسيم المرضى الذين يعانون من ساركوما عظمية عالية الدرجة اعتمادا على ما إذا كان السرطان موضعي أو منتشر. في الساركوما العظمية الموضعية لم تنتشر الخلايا العظمية خارج العظم الأساسي المصاب أو الأنسجة القريبة من النسيج الذي بدأ فيه السرطان. في الساركوما العظمية المنتشرة عند وضع التشخيص تكون الخلايا السرطانية قد انتشرت من العظم الذي بدأ فيه السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم. الساركوما العظمية الناكسة عند عودة السرطان للظهور عند المريض بعد العلاج. غالبا ما يمكن علاج الساركوما العظمية الأقل عدوانية بالجراحة وحدها. بالنسبة للأورام الأكثر عدوانية نوصي دائما بالعلاج الكيميائي قبل الجراحة للمساعدة في تقليص حجم الورم ومنع انتشار السرطان إلى مناطق أخرى من الجسم، وبعد الجراحة لاستهداف أي خلايا سرطانية قد تكون متبقية وتقليل خطر عودة ظهور الورم وحدوث النقائل. إذا تم اختيار العلاج الكيميائي قبل الجراحة فإننا نطبق العلاج لمدة 10 أسابيع قبل الجراحة ونستمر في العلاج الكيميائي بعد العملية الجراحية لمدة 29 أسبوع. عادة ما يتم إجراء الاستئصال الجراحي للساركوما العظمية الأولية بعد 3 إلى 4 أسابيع من آخر جرعة علاج كيميائي قبل الجراحة. يبدأ العلاج الكيميائي بعد أسبوعين من الاستئصال الجراحي بشرط أن يكون الشق الجراحي قد التأم تماما. يعد الاستئصال الكامل أمرا بالغ الأهمية لعلاج الساركوما العظمية. يجب أن تكون السيطرة على الورم هي الاهتمام العلاجي الأساسي وأن تكون النتيجة الوظيفية هدفا ثانويا. يمكن التخلص من السرطان جراحيا عن طريق البتر أو الجراحة المنقذة للطرف أو الاستئصال والترميم الدوراني. نحن قادرون على الحفاظ على الطرف في معظم الحالات التي يظهر فيها السرطان في الطرفين العلويين أو السفليين. في الجراحة المحافظة على الطرف يقوم الطبيب بإزالة الورم وجزء من الأنسجة السليمة المحيطة به مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الأوتار والأعصاب والأوعية الدموية. يتم استبدال جزء العظم الذي تمت إزالته إما بطعم عظمي أو جهاز اصطناعي مصنوع من المعدن ومواد أخرى. نظرا لأن معظم الساركومات العظمية تظهر في العظام الطويلة بالقرب من المفصل فإن غالبية عمليات استئصال الأورام الموجودة في الطرف السفلي تشمل كل من جزء العظم الحاوي على الورم والمفصل المجاور. في حالات أقل شيوعا ينشأ الورم داخل جسم العظم الطويل، حينها يتم استئصال الجزء المصاب فقط. يشمل الاستئصال الموضعي الواسع إزالة الورم الرئيسي ككتلة واحدة مع المنطقة المحيطة المتأثرة به وجزء من الأنسجة الطبيعية في جميع المستويات تدعى هوامش أمان. بالنسبة للأطفال غير الناضجين من الناحية الهيكلية والذين يعانون من ورم في الطرف السفلي، تعد المتطلبات الوظيفية الكبيرة والتفاوت في طول الأطراف بعد جراحة إنقاذ الطرف مشكلة كبيرة. في هذه الحالة تشمل الخيارات الجراحية الاستئصال والترميم التدويري أو إعادة البناء باستخدام جهاز داخلي معدني قابل للتطويل والذي يمكن تطويله مع نمو الطفل. في الترميم التدويري يتم استئصال عظم الفخذ البعيد والعضلات المجاورة له، ويتم الحفاظ على الساق والقدم من خلال الحفاظ على حزمة وعائية عصبية سليمة.
يتم بعد ذلك تثبيت عظم الساق بصفائح وبراغي على عظم الفخذ القريب بعد أن يتم تدوير الطرف البعيد بمقدار 180 درجة، مما يسمح للقدم والكاحل بالقيام مقام مفصل الركبة في الطرف الصناعي. على الرغم من أن مظهر الطرف المعاد بناؤه غير مرضى من الناحية الجمالية، إلا أن النتائج الوظيفية ممتازة، حيث يتمكن المرضى من تحقيق الأهداف الترفيهية والرياضية والمهنية. في ضوء هذه النتائج الوظيفية الإيجابية، غالباً ما يكون الترميم التدويري هو الإجراء الترميمي المفضل عند الأطفال دون سن الثامنة. موانع إجراء الجراحة المحافظة على الطرف هي اشتمال الأعصاب أو الأوعية الدموية بالورم بحيث لا يمكن عزلها، وجود ورم دموي كبير مكان أخذ الخزعة. إذا كان هناك أي شك في إمكانية إجراء استئصال موضعي واسع وأخذ هوامش أمان كافية، وربما بسبب وجود كسر مرضي بسبب الوجود النظري لخلايا السرطانية داخل الورم الدموي حول الكسر، والخطر الكبير للنكس الموضعي وضعف فرص البقاء على قيد الحياة في حال الحفاظ على الطرف. ومع ذلك يعتبر الكسر المرضي مانع نسبي وليس مطلق لإجراءات الحفاظ على الطرف. في هذه الحالة ينبغي مناقشة الأمر مع العائلة لأخذ قرار إنقاذ الطرف أو البتر. في الحالات السابقة يعتبر البتر هو العلاج الجذري للسرطان، هو الإجراء المستطب الأمثل لتجنب النكس الموضعي أي تكرار ظهور الورم مكان الاستئصال، والذي ينتج عنه دائما انتشار الورم بسرعة وتناقص فرص البقاء على قيد الحياة. عند إزالة الورم سيتم تحليله تحت المجهر لضمان الإزالة الكاملة وتحديد استجابة النسيج الورمي للعلاج الكيميائي قبل الجراحة. في حال تم تحديد أن الورم لم تتم إزالته بالكامل، إذا كان أحد هوامش الأمان غير سليمة، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية أخرى لإزالة ما تبقى منه. إذا كانت استجابة الورم للعلاج الكيميائي قبل الجراحة ضعيفة، بمعنى أنه لم يتم قتل ما يكفي من الخلايا السرطانية، فقد يوصي طبيب الأورام بتغيير أدوية العلاج الكيميائي بعد الجراحة. أما إذا كانت استجابة الورم للعلاج الكيميائي قبل الجراحة جيدة، فإن طبيب الأورام عادة ما يوصي بمواصلة نفس نظام العلاج الكيميائي كما كان من قبل. إذا أظهر التصوير الطبقي المحوري للصدر وجود نقائل رئوية، فيجب استئصالها في نفس عملية استئصال الورم الرئيسي، أو على الأقل بعدها. إذا لم تكن الجراحة ممكنة، أو لم يتمكن الجراح من إزالة الورم بالكامل، وفي بعض الحالات إذا رفض المريض إجراء الجراحة، فقد نوصي بالعلاج الشعاعي الملطف للتحكم في نمو الورم. يستخدم العلاج الشعاعي جرعة كبيرة من الأشعة السينية لقتل الخلايا السرطانية وتقليل حجم الورم. التعافي: يتطلب التعافي بعد جراحة إنقاذ الطرف علاجاً طبيعياً وإعادة تأهيل مكثف. يحتاج المريض إلى التشجيع والدعم من قبل العائلة والأصدقاء خلال هذا الوقت. قد يكون من الصعب المشاركة في إعادة التأهيل أثناء العلاج الكيميائي بسبب انخفاض مستوى الطاقة والافتقار إلى الدافع لممارسة الرياضة. تختلف خطة إعادة التأهيل بناء على نوع الجراحة التي تم إجراؤها. يلاحظ معظم المرضى تحسنا في القوة والوظيفة والحركة على مدار سنة إلى سنتين بعد الجراحة. ستكون هناك حاجة إلى زيارات متابعة منتظمة بعد العلاج لمراقبة المضاعفات الناتجة عن العلاج وتكرار ظهور السرطان أو انتشاره. نوصي بالفحص البدني وتعداد الدم الكامل وتصوير صدر العادي والطبق المحوري وتصوير موقع السرطان المستأصل كل 3 أشهر لمدة 2 وكل 6 أشهر ل3 سنوات أخرى وسنوياً بعد ذلك. المدة المناسبة للمتابعة غير معروفة، لكن الغالبية العظمى من حالات عودة ظهور الورم تتم ملاحظتها خلال 10 سنوات. تكرار ظهور الساركوما العظمية في أكثر من 90% من المرضى يحدث في الرئة. تعتبر محاولة الاستئصال الجراحي هي العلاج الأولي الأكثر ملائمة للمرضى الذين ينتكسون بعد العلاج الأولي بعدد صغير من العقيدات الرئوية والتي يمكن استئصالها بالكامل. على الرغم من أن بعض هؤلاء المرضى يمكن علاجهم عن طريق الاستئصال وحده، إلا أن معظمهم يعالجون بالجراحة والعلاج الكيماوي معا. الإنذار: يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات ما يقرب من 75% من الحالات مع استئصال الجراحي الواسع والعلاج الكيميائي قبل وبعد الجراحة عند الذين ليس لديهم نقائل يمكن اكتشافها عند التشخيص الأولي. المرضى المصابون بساركوما عظمية منتشرة بشكل واضح عند التشخيص لديهم إنذار سيء، على الرغم من أن البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل ممكن أن يصل إلى 50%،
لدى أولئك الذين يعانون من نقائر رئوية معزولة والذين يتم علاجهم بالعلاج الكيماوي والجراحي المشترك. في معظم الحالات تعد كيفية استجابة الورم للعلاج الكيماوي قبل الجراحة أفضل مؤشر للإنذار. عند إزالة الورم سيقوم الطبيب بفحصه تحت المجهر لتحديد مقدار النخر، أي كم من الخلايا الورمية قد ماتت. بشكل عام كلما ارتفعت نسبة النخر كان الإنذار أفضل. بالنسبة للساركوما العظمية الناكسة، فإن القدرة على تحقيق الاستئصال الكامل للنقائل هي عامل الإنذار الأكثر أهمية، مع معدل بقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات يصل من 20 إلى 45% بعد الاستئصال الكامل للنقائل الرئوية، و10 إلى 15% بعد الاستئصال الكامل للنقائل في مواقع أخرى. تشمل العوامل الأخرى المسيئة للإنذار ما يلي: العمر أكثر من 40 عاماً وقت التشخيص، موقع الورم وحجمه بحيث يكون التشخيص سيئاً بالنسبة للأورام التي تظهر في الهيكل العظمي المحوري، ارتفاع قيم الـ LDH في المصل، فقد يشير ارتفاع الـ LDH بشكل ملحوظ إلى وجود النقائل.